يعني انت هذا احنا والله ولا دارين بهن شيء اكيد احنا طب الشيكات والكمبيالات الشيكات والكمبيالات والسندات الإدارية مثلا يعني انت مثلا الان انا نفذت لك عمل او اجرت لك بيت او يعني لي عندك التزام فلوس تعمل لي كمبياله كمبياله التزام على عقد لي بموعد سند سند زي سند يعني عباره عن سند هذه تسمى اوراق دهر بالنسبه لك انت التزام على عقد يعني انه خصم اوراق القرض لما تكون لك الكمبياله هذه لك انت اوراق عند الاخرين لك انت فتكون يعني هناك اوراق قرض وهناك اوراق دهر فلاحظوا الخصوم تسمى مصادر تمويل دائم ايوه تسمى ايوه الخصوم بين قوسين هكذا مصادر والاصول استخدام المصادر هذه والذي من وظائف الحصول على المصادر اذا حصلت على تمويل عن طريق القروض فهو مصدر تمويل مصدر تمويل اين توظف هذا المصدر التمويلي توظفه مثلا في احد هذه الاصول مثلا لو حطيت تحط مثلا في النقديات 10 مليون لمواجهه الالتزامات القصيره او شراء او ايوه تشتري اوراق او يعني تم اوراق تجاريه يعني قصيره الاجل او اوراق ماليه اسهم مثلا شراء مخزون او شراء او خزن يعني بضاعه او حتى مواد خام ومدينون اللي هم حسابات المدينه اصول ثابته اراضي مباني سيارات اثاث واي اصل الات ومعدات وهكذا الات ومعدات اثاث يعني كل هذه حاجه فوائد مدينه تدخل في الاصول الاخرى لا ما تدخلش هنا في مثل فوائد الميزانيه هذه الفوائد لا تدخل هنا الا دخل المركز المالي قلت أخليه رأس المال حقوق الملكية بقى على رأس المال والاحتياط طبعا الأصول الأخرى تعرفون زي إيش مثلا اسم الشهرة الشهرة علامة تجارية الحقوق براءة اختراع أيوة زي براءات يعني أحيانا أصول معنوية أصول معنوية بالضبط في الأخير دائماً هنا الحصول لازم نساوي له الحصول نحن ليش دخلنا الميزانية هذه على نبين إنه قرار التمويل من خلال الإدارة المالية يتم تدبيرها من هذا الجانب مثلاً بناخذ قرض قصير أو قرض طويل أو بنصدر رأس مال اللي هو إصدار كتاب أسهم أو سندات تشكيل الجانب التمويلي كله من جانب الخصوم أو الالتزام بينما هذه الموارد التي يتم تحصيلها من هذا الجانب يتم تطبيقها في هذا الجانب بشكلين من الاشكال اللي هو القرار الثاني قرار ايش؟ الاستثمار يعني استثمار في الاصول المتداوله استثمار في الاصول المتداوله يسمى استثمار قصير الاجل يعني انا مستثمر به مخزون ولا دين ادين العملاء هي انا مثلا شركه وكل الناس ياخذوا مني انا ادينهم هذا استثمار طيب الاصول الثالثه طويلة الأجل. أيوة طويلة الأجل. يعني مثلا المصنع كان عنده من الآلات والمعدات والهناجر والسيارات هذا تمويل طويل الأجل يعني إنه الدورة التجارية أو الدورة التشغيلية هي غير هذه هناك تكون قصيرة يعني هذه تنفذ أو يتم استنفاذها بسرعة بينما هذا خلال الوقت يعني طويل أكثر من زمن. فهذا هو القرار الثاني. إذا القرار الأول هو قرار التمويل تدبير الاموال من هذه المصادر والقرار الثاني هو قرار ايش؟ الاستثمار هو عباره عن توظيف الاموال التي تم تدبيرها في الاستثمار على نوعين قصير الاجل وطويل ايش؟ الاجل يعني مثلا حسب طبيعه عمل الشركات او طبيعه نشاط الشركات لو عندي مثلا شركه انتاجيه مصنع او مزرعه يعني هذه حتى لما في المحاسبه يعرفوا انه اذا كان طبيعه نشاط الشركه انتاجي تجي في الاول الاصول الثالثه الاولويه او الاهميه النسبيه للاصول الثالثه اذا كان شركه تجاريه او خدميه يجي في الاول الاصول المتداوله وهكذا تقابلها طبعا الخصوم فقرار التمويل وقرار الاستثمار مرتبطين ببعض
انه اذا قامت الاداره الماليه بقرار التمويل فعليها ان تفيد استخدام قرار الاستثمار، لانه هو عباره عن استخدام لهذا. القرار الثالث راس المال العامل، اداره راس المال العامل. ما هو راس المال العامل؟ راس المال العامل هو اللي تستخدمه الشركه في الانتاج خلال فتره زمنيه قصيره، يعني خلال السنه راس المال العامل. مش شرط. ايوه بس كيف يعني ما هو كيف نعرفه من ال خلينا نقول من الميزانيه، يعني كيف نعرفه؟ الفرق بين ال ايوه بين الاصول تقريبا المبادله والخصوم. والخصوم بالضبط. راس المال العامل يساوي الاصول المتداوله ناقصا الخصوم المتداوله، يعني هكذا جرت العاده هنا الرموز الف ميم يعني اصول متداوله وخاء ميم خصوم متداوله. ما معنى كلمه المتداوله؟ شوف المتداوله هذه كرنت يقولوا يعني الكرنت يعني الحاليه ايوه يعني يتم تداولها او تبديلها او تغيير شكلها بوقت قصير يسمى بالتسييل السيوله يعني سهوله تحويلها الى نقد. يعني هذه الاصول سهل انك تحولها الى نقد بسرعه والوقت قصير وبتكلفه اقل. يعني النقد طبعا سيولته 100% النقد بدون نقد يعتبر سائل. ايوه لذلك اولى الاصول المتداوله النقديه واخرها المخزون. صحيح. ثانيها الاوراق الماليه قبل يعني يتم تبويبها على اساس درجات السيوله. سرعه نعم على اساس درجات السيوله. النقديه تعتبر اصل سائل 100% سيولته نقديه. نعم النقديه مع البنك رتبهم لكم. هذا اوراق ماليه، شوف هذه اوراق ماليه وهذه اوراق قرض وهذا مدين وهذا مخزون. ترتيبهم هكذا هذا حاجه مخزون. فتجي تقول انت مجموع هذه الاصول المتداوله طبعا هذا مبلغ وهذا مبلغ ارقام هذه وهذا بعد في الاخير ايش؟ الاصول المتداوله. مجموع الاصول المتداوله ناقصه مجموع الاصول المتداوله راس المال العامل. اذا تحرص الشركات دائما انه يكون راس المال العامل هذا يكفي لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل بس ما تزيدش. يعني يسمى بنسبة التداول. احنا بنشوف هذا التحرير المالي نسبة هذا اللي هي الحين بالملزمات الخلاف. اي موجود ها؟ موجود موجود لا موجود موجود بس اللهم انه بس بعض الأحيان أنا أشرحها بطريقة شوية تفصيلية يعني على أساس أنه أنتم مش متخصصين. لو أنتم متخصصين من المحاسبة أو العلاقة العلوم الإدارية أقول لكم تتكلم كلام لا في شغل اختلط له مهل هنا لكن انا هنا انا اختار انه تمام هذا زي ما مسوي روح الاداريه تمام نسبة التداول يا دكتور لما يكون موجود بالملزمة انت لما تشرح نفهم وبعدين يقف انت لما تيجي تقرا الملزمة نستمتع من هذا هو بالضبط لكن انا التركيز من هنا. شوف نسبة التداول الاصول المتداولة على الاصول المتداولة. شوف هنا الفرق الكمي القيمة بينهم بينما هنا مقسوم على بعض. فتطلع هذه النسبة عادة تفضل الشركات انها تكون فوق الواحد مثلا 1.5. ايش يعني 1.5؟ اي ان قيمة الاصول المتداولة دائرة مرة ونص لا تغطي الاصول المتداولة مرة ونص. يعني مثلا لو هذه 10 لو الاصول لو هذه 10 خصوم يعني انه علينا التزامات للناس هذه القروض اوراق الدافع كلها 10 مليون يجب ان تكون هذه 15 الاصول المتداوله بحيث انه النص هو هامش امان هامش امان للشركه. ممكن تكون ربع يعني حسب تفضيل الاداره لكن يفضل ان تكون النسبه المثاليه هي يعني بعض الكتب المحاسبيه تقول لك 2 يعني ضعف. بس الضعف هذه احيانا طبيعه نشاط الشركات ما يسمح ليش؟ لا انت تجمد نص السيوله الان لو التزاماتك عندها 10 مليون ليش تدخل لها 20؟ انت تجمد معناته 10 مليون بدون ما تستفيد منها. خمسه. فيقول لك لا يعني تكون 1.5. وكل اداره طبعا لها واحد ترتيب. يعني مثلا الشركه اللي طبيعه التزاماتها متقاربه قصيره الاجل يعني كل يوم هو يدفع للناس هذا يخلي له ضعف.
اما الذي هو التزاماته دوريه او متباعده هذا يخليه ممكن يكون واحد الى واحد، ممكن تكون واحد بس ما تكونش تحت الواحد. اذا كانت تحت الواحد معنى هذا انه التزاماتك القصيره الاقل اكبر من حقوق من اصولك، يعني انا يعني ما تقدرش انت تواجه الالتزامات، تحتاج تمويل انا عشان تغطيها. ايوه إذا كانت تحت الواحد يكون وضع الشركة في خطر، يعني إنه مركزها المالي يعني إما تفوتها فرص، بعض الأحيان تكون أنت محتاج لسيولة مشان تكسب فرصة ربحية تشتري حاجة أو إلا اسمه، وأحياناً يسيء إلى سمعتها مثلاً عدم قدرة على سداد دوري للناس، مثلاً شوف مثلاً أصحاب الصيدليات وإنه حمدي يعني مثلا شركات تجزع لكم الاثنين وشركات تجزع الثلاثاء وشركات الخميس من يسدد الدور. ايوه عيد خمدي حقهم جاهز، لكن لو قالك مره وقلت له والله اسفين اليوم هذه ما وقعش، وقالك المره الثانيه وديت له نوصل القسط، يعني يكون في البدايه طبعا دائما نعمل هالشيء لكن مؤخرا الحمد لله مراسل ان شاء الله. نعم طبعا كل الشركات التجاريه، بس حنضرب مثال للصيدليات تشوفهم انا مراتين اخي معه صيدليه وبعدين كل يوم وانا حصل عنده محصلين كل يوم نوع يعني كل مقسمهم عليهم كذا وعليهم كذا وعليهم كذا. طيب القرار الرابع قرار توزيع الارباح. طبعا الشركات عندما تتحصل في نهايه السنه الماليه نتيجه النشاط يسموها في المحاسبه نتيجة الدخل. قائمة الدخل. نحن نسميها قائمة الدخل، الماليين نحن نسميها قائمة الدخل، المحاسبين نسموها أرباح خسائر. أرباح خسائر. نحن نقول قائمة الدخل. قائمة. طبعا قائمة الميزانية. قائمة الميزانية العمومية. أو المركز المالي. أو قائمة الدخل، أو المركز المالي. يا دكتور الآن قضاهم كأنه يربطون بين الثنتين. ايوه في المحاسبه. ايوه الان يستخدموا قائمه المركز المالي وقائمه الدخل. ايوه لا اذا معاهم قائمه الدخل عاد يستخدموا شرط المنطقه المحاسبيه قائمه الدخل. ايوه لانه المنطقه المحاسبيه الان فيها معادلات وارتباطات يعني تنفذ وفق طبعا اصول محاسبيه. ايوه اعتبارا مين عند المخزون. احنا قائمه الدخل دائما دخل اي شركه إيراد المبيعات ناقصا ويسمى صافي المبيعات. هذه احنا بنشوفها على فكره في المحاضرات القادمه، يعني خلينا نقول هنا صافي المبيعات. ها صافي المبيعات صافي الدخل. الدكتور لو كتبتها مبيعات تقدر تنقص منها تكلفه البضاعه البائعه عشان يطلع لك صافي المبيعات. ايوه صافي المبيعات عباره عن اجمالي المبيعات ناقصا ناقصا ايش؟ مردودة المبيعات ناقصا ايش كمان؟ الخصم الخصم المسموح به. يعني هذه يعطيك صافي المبيعات. الان صافي المبيعات تطرح منها ايش؟ تكلفه المبيعات. هذه لها تفصيل في الشركات الصناعيه غير الشركات التجاريه حسب طريقه المخزون اولا صارت اولا ايش يعطينا كذا؟ طبعا هذا مبلغ هذا مبلغ بين قوسين كذا يعني ناقص. يعطينا ايش؟ مجمل ايش؟ مجمل الان نحمل على هذا الربح الاجمالي نحمل على كل النفقات وتكاليف ايش؟ المنشاه. يعني مثلا ناقصا هنا تحسب النفريات خلينا نقول النفقات الضرائب الاداريه الاداريه النفقات الاداريه زي الموظفين العموميه والاداريه العموميه والاداريه ناقصا ايش؟ نفقات تشغيليه نفقات بيعية المهم جميع النفقات ها هل احنا نقول ايوه مثلا ايش بتساوي هذه؟ صافي نقول النفقات صافي الربح قبل الضريبة قبل الضريبة قبل الفائدة والضريبة يرمز له بإيبت هذا إيبت إي بي آي تي تي آي تي
ايفنت. الاي ايرنينج، ايرنينج بيفور انترست اند تاكسس. ترجمه هذا صافي الربح قبل الفائده والضريبه. الان احسب الضريبه، احسب الفائده ناقصا الفائده. هذا الضريبه تعتبر صافي الربح. الفائده ناقصا الفائده يساوي صافي الربح قبل الضريبه. لا بعد الضريبة. لا لا قبل الضريبة. هذه ما خصمش الضريبة. أنا خصم الضريبة، أنا خصم الضريبة، ما خصم الضريبة. يعطينا صافي الربح. صافي. بعد الضريبة. خلاص يسمى صافي الربح. صافي الربح. إذا قلت صافي الربح فقط معناته خلاص. فيطلع لك. الآن هذا هو صافي الربح، هذا محط أنظار الجميع. محط أنظار أصحاب الشركة. المساهمين. والمستثمرين. والمقرضين. والحكومة. ينظرون كلهم ينظرون لصافي الربح كنتيجة عمل المنشأة من ربح أو خسارة. إذا هو موجب الآن على طول أنه الإيرادات كانت من التكاليف، وإذا كان سالب ما دخل في دخله بصافي الربح قبل الضريبة. ضريبة ممكن معه. نعم هي بعد ما تقسم الضريبة حتى الله وديعها. أيوة هي هنا، هي هنا تحت، هي تحت. أيوة بعد الفائدة. أيوة ربح تشغيل. هذا يعني صافي الربح الان اهم عنصر او اهم جهه تراقبه من المستثمرين. المستثمرين ايوه ليش؟ لانهم من هم المستثمرين؟ هم حملات الاسهم. الناس اللي اشتروا اسهم الشركه منتظرين توزيعها. بمعنى انه الشركه ستقسم الان صافي الربح هذا حسب الاسهم على عدد، على قسمه عدد الاسهم يطلع لي ما يسمى بالايرنينج بير شير، نصيب السهم الواحد. ايوه اي بي اس، ايرنينج بير شير، حصة كل سهم أو نصيب السهم يساوي النت بروفيت اللي هو هذا صافي الربح على ان العدد الذي هو عدد الأسهم العادية. هي حصة كل سهم، نفرض أن هذا مليون صافي ربح الشركة مليون، 10 أسهم والشركة والهذا كانت مثلا 100,000 سهم، معناته أنه في كان يطلع 5 10 دولار لكل سهم. المهم انه صافي الربح مقسوم على عدد الاسهم يعطيك حصه كل سهم، هذا اللي يسمونه توزيعات. اذا المستثمرين منتظرين توزيعات هذه. اذا تعنى الاداره الماليه بالقرار توزيع الارباح الذي يعظم قيمه الشركه. كيف ستعظم قيمه الشركه؟ اذا تعظمت الاسهم قيمه السهم، لانه في الاخير قيمه الشركه هي عباره عن ايش؟ قيمه السهم في عدد الاسهم. ايوه قيمة الشركة هي عبارة عن قيمة القيمة الاسمية للشركة تساوي عدد الأسهم مضروب في القيمة الاسمية لليش؟ للسهم. يعني هذا القانون هو دائما موضع اهتمام الإدارة المالية بما يسمى بالسوق، يعني خاصة في المجال الإداري، بتعظيم ثروة الملاك. تعظيم ثروة الملاك، maximization of wealth. wealth holders اللي هم يعني ملاك الثروة اللي هم حملات الأسهم. نطلع نصلي ونرجع نكمل. نعم. بسم الله.